السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موقع ويب فليكس 24. الموقع ده تعالى نترجم كده نشوف بيقول لك إيه. بيقول لك هتاخد مكافأة تسجيل أو مكافأة تسجيل 5000 روبل، ومكافأة لكل استطيع هتاخد 250 روبل. طبعا الكلام يعني بيشتك أوي، فأنت على طول بتروح مسجل في الموقع. تعال نسجل في الموقع ونشوف احنا هناخد فعلا الكلام ده ولا لا. هو موقع استثمار، يعني استثمار يعني هو الخمس الوقت انت بتكتب الرقم اللي في الصورة هنا، ان انت بتكتب اسم اللي انت هتدخل بيه الدخول وكلمة المرور بتكررها مرتين، اسم يكون فريد من نوعه يعني. تمام، زي ما انتوا شايفين كده لما ترجمناها العربي، اول ما تخش بيديك 100 روبل هدية عشان تقريبا سجلت برابط او حالة، وبعد كده بيديك هنا فوق 5000 روبل، يعني مش باينة في التركمة، عملت الإصرار بيديك 5000 روبل بس. ال5000 روبل دول ممكن إن أنت تستثمرهم بس مش تسحبهم، ده حساب السحب يبقى زيرو. 5000 روبل دول بينزلك منهم 30 روبل كل يوم، بس الأول لازم إن أنت تستثمر ال5000 روبل. تستثمرهم إزاي؟ بتخش تحت هنا على شراء حزمة استثمار، بعد كده بتيجي تحت هنا بتقول له ان انت عايز تشتري ب5000 روبل دول ايه اعلانات على الانستجرام، وتروح قايل له اوكي موافق من حساب ده وشراء الحساب. كده انت يعتبر اشتريت. بعد 24 ساعة بيقعد يعيد هنا بينزلك هنا 30 روبل. تعال نشوف كده، انا معايا حساب تاني اهو، نزل لي هنا بعد 24 ساعة 30 روبل، بس انا عشان معايا عامل اكتر من حسبة فنزل لي 33. طيب انا دلوقتي لو عايز اسحبهم، هل هسحب ال 30 روبل كلهم؟ لو جيت بتدوس على حساب التوفير كده، المفروض يعوله العربي دلوقتي اهو، هحوله لك العربي. بيقول لك ال 33 روبل هيبقوا 0.22 روبل. طب ليه يا عم؟ ناس تقول لك عشان الاحاله. لا، انت لو على احاله انا جايب له 228 شخص، الموضوع ملوش دعوه بالاحاله خالص. او انت اول ما بتيجي تسحب بيجيب لك هنا، لو انت جبت احاله 2 3 بيجيب لك هنا مثلا، اول حاجه بيجيب لك هنا 250. انا جبت، بتيجي تجيب احالات الرقم ده بيقل شويه. تمام، بس هو بيفضل يعني سواء جبت 100 احاله برضه هيفضل 150، جبت 200 احاله هيفضل برضه 150. واحد يفتكر ان 200 في الاول بيجيب له 250، دي جيب 3 احالات اليوم بقى 240، تفهم ان لما تجيب احاله الرقم هيقل. لا، هو الرقم ده ثابت، هو اللي بيحطه لك فوق هنا. لو جيت قريت الرقم اللي هو كاتبه لك، بيقول لك هو يمكن تحويل اموال التوفير الخاصه بك بالمعدل ده 1 على 50. قال لك المعدل ده بيتغير في المتوسط مرة واحدة في اليوم، يعني كل يوم بيجي لك معدل متغير، لكن ملوش دعوة بالإحالة. طب إيه اللي ليه دعوة بالإحالة؟ بيقول لك يعني لو المعدل ده كان 1 على 2 وأنت ليك 100 إحالة، فساعتها هيبقى إيه 100 على 2، فيجي لك 50 روبل. لكن هو 1 على 50، ولا عمره هيبقى 1 على 2. فهي دي الفكرة، لكن لما بتجيب إحالات كتير برضو الموضوع إيه بيتغير شوية، بدل ما تبقى 22 ممكن تبقى إيه 30 مثلا، لكن مش هتوصل ل 30 روبل في نفس اليوم. طيب بتدوس تحويل كده اهو، بيديك رصيد يتحول لك من هنا، بينزل لك في حساب السحب. انت دلوقتي معاك حساب السحب 1.4، الحد الادنى للسحب هو 2 روبل. تمام، في هنا مكافأة استثمار لما كل بتدعي صديق بينزل لك هنا 250 روبل، وبيبتدي ينزل لك منهم هنا برضو نفس الفكره، مثلا ينزل لك منهم هنا يعني واصل لي هنا 6 روبل، حسب بقى يعني الرقم ده بيقعد ينزل لك منه ارقام هنا. طبعا دي ما بتتسحبش، دي انت ممكن تستثمر بيها. تمام. طب انا عايز اسحب، تيجي تخش على سحب الاموال هنا اهو، بتلاقي البير اهو بيقول لك حد ادنى للسحب 2 روبل. لما بتوصل 2 روبل بتجيب المحفظه بتاعت البير بتاعتك وتبتدي ان انت تسحب. لكن واحد يقول لك انت لو جبت 250 شخص هتسحب ال 30 روبل كلهم في نفس اليوم، الكلام ده مش حقيقي، هو بيجيب لك كده.
ده كان مراجعة للموقع. شكرا لحسنكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان نقدر إن احنا نقدم أكتر من موقع. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.